وصلنا معكم للفقرة القانونية، وفينا نقول أنه بعد ما يصير طلاق أو انفصال بين الزوجين، الأطفال هنون أكثر طرف أذية وتأثر بالموضوع. للأسف اليوم كثير من الأهالي أو كثير من الزوجين بيتجاهلوا أو ما بيكون عندهم معرفة نور بأنه عندهم الاثنين حقوق وواجبات تجاه الموضوع، وأنه لمين ممكن تروح الحضانة. أكيد، ويمكن الخاسر الأكبر بهي القضية هن الأطفال. هيك لازم الواحد يفكر ألف مرة قبل الارتباط، لأنه الطلاق جدا قاسي. بس بدنا نحكي عن موضوع كثير مهم، هي حضانة الأطفال لمين بتكون، وتم تعديل خلال السنوات الأخرى ضمن القانون السوري هادي على مدة حضانة الأطفال والعمر. حضانة الأطفال لمين بتكون؟ للأب ولا للأم؟ وساعة لما تكون للأم شو هي الشروط اللي ممكن تكون أو تسقط حق الحضانة عن أحد الطرفين؟ كل هالمواضيع رح نحكي عنها مع الأستاذة المحامية رنا ديب. يسعد صباحك، شركة صباحاتنا، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير نور، يسعد صباحك وصباح الأخوة المشاهدين جميعا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بداية أستاذة، حابين نعرف من حضرتك شو تعريف الحضانة بالقانون السوري؟ نعم، الحضانة مثل ما تفضلت وذكرت بالمقدمة أنه هي عبارة عن حق حق بينمنح لأحد الأبوين بفترة بعد الانفصال طبعا، لأنه طالما في علاقة زوجية قائمة فالأب والأم هن الحاضنين للطفل. مثل ما قلتوا أنه بيصير في انفصال، للأسف أحيانا في بعض الأحيان ما بدي أعمم، بيكون الانفصال هو قرار يعني قرار بجوز مناسب للزوجين ولكن ما بيراعوا فيه مصلحة الطفل. صحيح. أنا دائما بقوله والله أنه يعني باب الطلاق خليه للخيار الأخير، طالما في أطفال فخليه للخيار الأخير، ولكن أحيانا بيكون الطلاق إسعاف للأسرة إذا كان في مشاكل كتير. بس مثل ما تفضلتي نور وذكرتي انه لازم دائما نحط بين عيوننا مصلحة الطفل طبعا. حتى لو اخذوا الاهل موضوع الطلاق، نرجع نحكي عن الحضانة. الحضانة هي حق، حق لمين؟ هلا انا يعني خليني اقول، كنت اقول دائما انه الحضانة هي حق لا للاب ولا للام، هي حق المحضون، لانه هو اللي بده يكون متمتع بالرعاية ومتمتع بحضانة احد والديه ببعد الانفصال لإله. اذا بدي يكون شوي هيك متوازنة، خليني اقول هي حق للحاضن والمحضون، ولكن حق يعني حق المحضون أظهر وأهم اللي هو الطفل. فالحضانة هي حق للمحضون يكون تحت رعاية أحد الأبوين بعد الطلاق. كيف القانون السوري عالج هاي المشكلة؟ عالجها ومثل ما قلتوا أنه صار في تعديلات على قوانين قانون أحوال الشخصية. آخر تعديل كان بال 2019، عدل بعض المواد الخاصة بالحضانة، منها سن الحضانة اللي هو كان أول شيء بيفرق بين الذكر والأنثى، لا صار هو هلأ متساوي. طبعا حق الحضانة للأم من وقت الولادة لعمر 15 سنة، سواء كان المحضون سابقا كان أقل، تم تعديله. صحيح، نعم. كان بيفرق حتى بين الصبي والبنت، يعني كانت البنت حضانتها أقل، اعتبروا أنه البنت تحتاج إلى أمها. بعد الدراسات والمناقشات لا، أنه هو بصراحة من الوقت الولادة لل 15 سنة الأجدر تكون الأم هي الحاضنة ضمن شروط معينة تتمتع فيها الأم. هي طبعا الأم أولى صحيح. الناس طبعاً. سواء بطلاق بدون طلاق، الأم هي الأولى بصراحة بموضوع الحضانة إذا كانت تتحقق فيها شروط، أو إذا يعني في أشياء المفروض ما تكون موجودة بالأم لحتى تكون هي جديرة وأهل لحضانة ابنها. هاي نقطة كتير مهمة بدي وقف عندها، حضانة الطفل حضانة الأم للأطفال. اليوم السوشيال ميديا صارت بحر، يعني بنسمع عن حالات انفصال وحالات تعذيب وتعنيف للأطفال للأسف من الطرفين. صحيح. من الطرف الحاضن، مؤلم يعني الواقع اللي وصلنا له. بنعرف نحن الخاسر الكبير هو الطفل. إيمت تسقط، يعني إجمالاً عم نحكي عن واقع موجود بحياتنا، إيمت تسقط حق الحضانة عن الأم؟ يعني نحن بنعرف تسقط حق الحضانة يروح للمرتبة الثانية، ممكن يروح للمرتبة الثالثة. شو هي الشروط الأساسية اللي أنا بقول هي تم اختلال فيها؟ نحن هون لا، الحضانة تسقط عن الأم. تمام. هلا نور، نحن عندنا في شروط للحضانة بالقانون السوري، وقت بيختل أحد هاي الشروط فما بيعود للحاضن حق بالحضانة. شو هي شروط الحضانة؟ أولا العقل، يعني أحيانا بيصير في آفة عقلية عند الأم، جنون، فأكيد بهي الحالة ما بيكون في يعني ما بتكون جديرة بحضانة ابنها، سواء هذا الشيء صار قبل ما تبلش تحضنه للولد، اتطلقت فهي صار عندها جنون فأكيد ما بتاخذ الولد، جنون أو أي خلل بأهليتها بقدرتها بإدراكها، أي آفة عقلية بتصيبها، يعني هذا شرط العقل هو شرط للحضانة، أو أثناء حضانتها صار عندها إشكالية بقدراتها العقلية فبتسقط حضانتها لابنها أو بنتها. هي أول شرط. ثاني شرط البلوغ. البلوغ هون ما كانوا بيقصدوا فيه الأم، لأنه نحن وقت بنحكي عن الحاضن نحن
احنا ما بالضروره تكون هي الام، اذا كانت الام موجوده ففي اشخاص ثانيين هلا بنحكي فيهم وبتسلسلهم القانوني هن بيكونوا يعني هن الاشخاص المسؤولين عن حضانه الطفل. فاذا كان نفترض خاله عمه اخت غير بالغه فهي اكيد ما بتسقط عنا الحضانه. في عنا تكون هي قادره على تربيه هذا الطفل، قادره ولها الكفاءه بتربيه هذا الطفل، لانه دائما نحن القاضي بينظر عنا لمصلحه المحضون. فاذا كانت الام عندها مشكله معينه ما بتقدر هي تحضن ابنها فبتسقط عنا الحضانه، اذا كانت مرتكبه لاحد جرائم الشرف مثلا متعلقه بالشرف هي من شيء منطقي تسقط حضانتها لابنها، اذا تزوجت بشخص اجنبي عن الولد يعني غير محرم عليه لهذا الطفل. قولي لي هلا ليش في ممكن تتزوج شخص وتبقى حضانتها لابنها؟ في حاله تتزوج الام وما بتسقط حضانتها لابنها، لما بيكون لنفترض الاب متوفى فبتتزوج اخو الاب اللي هو العم، فالعم هو بتربطه بالولد علاقه قرابه وهو محرم على الطفل او الطفله، لذلك هي لا تسقط حضانتها لابنها اذا تزوجت العم. اي شخص ثاني بتتزوجه غريب واجنبي عن الطفل تسقط حضانتها لابنها. هاي هي الشروط اللي بتسقط حضانتها للولد، ما عدا ذلك هي الأولى بموضوع الحضانة. تمام. يمكن قديما كانت الأم ممنوعة تسافر هي والمحضون أو تغادر البلد، لكن اليوم يمكن كمان الأب ما في يسافر مع ابنه بدون ما يأخذ إذن الأم. خلينا نوضح اليوم قديش كان القانون عادل وشو في يعني تعديلات حول هذا الموضوع. نعم، سابقا مثل ما تفضلتي كان مو أنه ممنوع عن الأم، خلينا نصيغها بشكل تأخذ يعني إذن من الأب، كانت بحاجة لإذن الأب موافقة. وليش كانت بحاجه لهذا الاذن؟ لانه الاب من حقه يشوف ابنه حتى في حاله الطلاق وحتى في حال كان المحضون انه صحيح متواجد في حضانه امه، فكان المفروض تاخذ اذن الاب. كانوا غافلين عن نقطه، طيب انه الاب بركي سافر وهي ما بدها تشوف ابنها، فتراعت هي النقطه بالتعديل الجديد لقانون احوال الشخصيه، وصارت حتى الاب لما بده يخرج بابنه يسافر خارج البلد المفروض يستحصل على اذن الام، غير هيك لا ما بيصير انه تسافر. هلا في شويه اجتهادات بس بدي احكي فيها. لانه صار أول شغلة بدي أقولها أنه الأم إذا كانت تسافر بالولد لمحافظة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، محافظة عملها بأي جهة من جهات العامة أو محافظة اللي بتقيم فيها سكنة، فهذا الشيء حق لإلها. هو وقتها الحاضن بده يروح يشوف ابنه بهي المحافظة، مضطرة تخبره كمان، مضطرة أنه تخبر حتى لو ضمن المحافظة. لا هو هي مذكورة بالقانون إذا هي حق لإلها، بس هو المفروض بيعرف أنه هون مكان عملها أو هون مكان إقامتها كسكن، فبيروح بيشوف ابنه بهذا المكان. برجع بقول لك نحن عم نحكي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية. النقطة الثانية اللي كنت بدي احكي فيها انه احيانا نحن بنشوف حالات كثير انه الام سافرت بابنها والاب غير موجود، كيف كانت الطريقة؟ يعني بما انه القانون عم يقول بدها اذن الاب مثلا، هي الطريقة انه بيكون الاب غائب او الاب مسافر، هذا الشيء يثبت من ورقة من الهجرة والجوازات، بتجيب الام بتحصل بموجبها على وصاية مؤقتة من قبل القاضي الشرعي، بيسمح لها بموجب هي الوصاية انه تستحصل جواز سفر للمحضون وتأشيرة خروج، وبتقدر وقتها تسافر بالولد حتى لو كان الوالد غير موجود. بس مثل ما أنا ذكرت إنه هي عبارة عن حالات خاصة وما بتصير بشكل خياري، بدها إذن ووصاية شرعية مؤقتة من القاضي الشرعي يسمح للأم إنه تأخذ المحضون وتطلع فيه. في نقطة ثالثة بدي أحكي فيها معلش. هلا مثلا أحيانا نحن بنقول يعني بالقانون العام يعني بالمادة مذكور إنه يجب على الأم أن تستحصل إذن الولي لحتى تتسافر بالمحضون. طيب بدي نفترض إنه هذا الأب مسافر، نحن الغاية من الوجود هي المادة إنه الأب يشوف ابنه، طب إذا هو قرر يغادر القطر فأنا بحس إنه قرار منع السفر أحيانا بيكون حاطط له هو قرار منع سفر للأم صار قرار تعسفي. صحيح. لأنه فقد الغاية منه. إذا صحيح. أنت يا أب مسافر برات البلد ونحن حطينا منع السفر لحتى ما نحرمك تشوف ابنك. صحيح. فهون يعني إنه هذا قرار تعسفي، المفروض الطالب هي بإلغاء هذا القرار إذا كان حاطط منع سفر بإثباته إنه الأب هو مسافر خارج القطر. هذا الشيء كله بس آخر فكرة تحت سقف مصلحة المحضون. يعني القاضي بيشوف كل هاي المعطيات اللي أنا حكيت فيها، إذا لقى إنه فعلا مصلحة المحضون الفضلة، يعني بيكون في مصلحتين بس مصلحة أحسن من مصلحة، فهو بيقرر مصلحة المحضون الفضلة شو ما كانت البنود اللي تحتها. هاي نقطة كتير مهمة، لأنه أحيانا بنشوف بحالات الطلاق أو الانفصال بيتم استغلال الأطفال واستغلال الحضانة، وأساسا بيتم في حرب يعني شاسعة بين الطرفين، وبيتم استغلال بعض الثغرات من الحضانة وإسقاط الحضانة عن الأم وكيفيني أنا أخذ الأولاد. وأحيانا بتشوفي الأب ما بياخذ الأولاد بس ما بدهم إياهم يربوا مع الأم، بيعطيهم لأمه هو بيربيه وبيعيش حياته. خلينا نحكي عن هاي النقطة، الحضانة لما تسقط عن الأم
لوين بيروحوا الاولاد؟ يعني هي نحن بنعرف في مرتبه اولى وثانيه، صحيح. وعلى اي اساس هي المرتبه اخذت من الجانب القانوني؟ صحيح. هلا سابقا، معلش انا بدي اقول سابقا واليوم ووضح الفرق بيناتهم وليش يعني ليش تعدل القانون. نحن دائما عم نواكب يعني خلينا نقول الحالات اللي عم تصير بناء عليها، على الغالبية العظمى كيف كانت مصلحة المحضون، وعم يتعدل القوانين بناء على هذا الكلام. طبعا بالنهاية قانون الأحوال الشخصية تحديدا هو مستمد من الشريعة الإسلامية، بس احيانا بيقولوا لك طب بما انه مستمد من الأحوال من الشريعة الإسلامية لكن ليش تغير؟ طيب شو الشريعة تغيرت؟ لا يا جماعة، الفكرة مو هيك. نحن في عنا بالشريعة الإسلامية اقوال او خلينا نقول يعني مذاهب او وجهات نظر او آراء فقهيه، يعني اذا بتستعمل الكلمه المناسبه فهي آراء فقهيه، آراء فقهيه متعدده كلها ضمن الناس اللي هن فقيهين بالشريعه علماء الشريعه. بس القانون بفتره من فترات بيلاقي انه هذا القول هو المناسب لطبيعه المجتمع السوري، هو المناسب لمصلحه المجتمع السوري، فبيتبنى احد هي الاقوال وبيعتمدها كقانون. بفترات ثانيه فيما بعد بيشوف انه المجتمع تغير، انه الشيء اللي اكتشفناه جديد مختلف، تطورات الحياة اختلفت، فبيروح بيتبنى آراء فقهية أخرى غير اللي كان متبنيها، وبناء عليه بيتعدل قانون الأحوال الشخصية. ولكن نحن منضل تحت سقف الشريعة الإسلامية والآراء الفقهية اللي هي من قبل العلماء الشريعة وفقهاء الشريعة، لحتى نوضح هاي الفكرة أنه ليش بيتعدل القانون طالما أنه هو مستمد من الشريعة الإسلامية. تمام. بفترة من الفترات السؤال اللي حضرتك سألتيني عنه أنه كانت الحضانة أولا للأم ومن ثم أم الأم الجدة اللي هي أم للأم، وبعدين الأب، وبعدين بقية الأشخاص اللي هلا بتحكي فيهم. القانون الجديد قال إنه لا، صحيح. الحضانة بالمرتبة الأولى للأم، بالمرتبة الثانية للأب، بعدين لأم الأم، بعدين لأم الأب، بعدين للأخت، أخته للمحضون الشقيقة، أخته لأمه، أخته لأبوه، وتسلسل تاني، بعدين بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت لأم، بنت الأخت لأب، بعدين الخالات والعمات، بعدين العصبات الذكور. ليش؟ اعتبر القانون انه نحن لما عم نشوف حالات كثير انه مثلا الام عم تسقط حضانتها لابنها لسبب ما، او هي عم تتخلى عن حضانتها لامها، او غير موجوده لسبب فعطاها لام الام، احيانا ام الام عم تكون كبيره بالعمر، ما عم تقدر تقوم بواجبات المحضون على ما يجب، فشافوا انه الاب هو الاجدر والاولى، بس بشرط انه يكون عنده للاب حدا قادر، حدا قادر على حدا انثى يعني من النساء ذات صله القرابه مع الاب والابن أو البنت هي قادرة على حضن المحضون. ليش ركز بالسنوات الأولى لحد 15 سنة وجود الإناث؟ لاحظي نحن قلنا أم، بعدين أب صح بشرط وجود حدا حاضن من النساء، بعدين قال أخ جدة، بعدين قال أخت. ليه؟ لأنه بالفترة الصغيرة فعلا الطفل سواء كان ذكر أو أنثى هو بحاجة لإمرأة لتحضنه، صحيح، بحاجة لعطف وحنان الأم لتحضنه. فيما بعد ال 15 يعني ممكن يكون الحاضن ذكر لأنه بيكون وصل لمرحلة عمرية، ومع ذلك كان القانون صريح وقال أنه يخير الطفل بعد ال 15 سنة بين حضانة أمه وحضانة أبوه. بس أنا هون في شغلة بدي أقولها، هي رأي شخصي، أنت لما عم تجيبي ولد عمره 15 سنة ربيان عند أمه رح يقول أمه يعني، وبتقولي له اختار، صحيح، يعني هو يعني من البديهي أنه رح يختار أمه لأنه عايش عندك لهذا العمر. هون بدي أقول شغلة، هلا أول شغلة القانون شوي استدرك قال إنه إذا كان مصلحة المحضون، يعني إذا المحضون اختار أمه بس كانت المعطيات اللي حوالينا أو اللي شاف القاضي من خلال الدراسة إنه لا مصلحته مو مع أمه، فهو ما بيتمسك بخيار الولد، بشوف مصلحته. الشغلة الثانية اللي بدي أقول أنا هون كتير ضروري نقول إنه خلال هدول ال 15 سنة اللي بيكون الولد بحضانة أمه، ما يصير مثل ما تفضلتي نور وذكرتي إنه يستخدموا الولد وسيلة لحتى يهزموا بعضهم بالحياة. بالأخير الربح الحقيقي ومعركتكم أنتوا مع الحياة، مو ضد ابنكم يعني، فما يصير في لعب بهاي ال 15 سنة، يكون في توازن نفسي للطفل لحتى يكون خياره خيار متوازن وصحيح بين أمه وأبوه. صحيح. يعني بالختام حديثنا معك الأستاذة المحامية رنا ديب، بدنا نشكرك كثير وعلى كل المعلومات المهمة اللي قدمتي لنا إياها حول موضوع حضانة الطفل. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. دائما الوقت معك بيخلص بسرعة أستاذة رنا. شكرا. بس دائما في معلومة مفيدة، ونحن الهدف أساسا من المحطة القانونية يكون في تسليط ضوء على بعض القوانين لتعرفها كل الناس وقديش فعليا فينا نستغلها بالطريقة الصحيحة. شكرا كثير لك. شكرا لك نور، يعطيكم العافية.